لا انا بقول لك انت واحد من الناس تعالى دموا اربعه منهم عشان يشوفوا السنه دي. يا عم انت مدور الاربعه. لا ده عشان يشوفوا بس مش هيعمل حاجه. ما انا جيت لك عشان اخد اربعه عشان يصدقوا. يا استاذي في كبيره ثانيه جايه على التليفونات ليه؟ طيب يا باشمهندس يا استاذ انا مش هكذب عليك. انا ممكن اطلع معاكم كده ماشي. حضرتك مش هتكذب علينا. طب احنا دلوقتي ايه الموضوع؟ نوصل لايه؟ طبعا شوف. طب الدنيا نوصل لايه يعني؟ احنا اساسا مش هنتغير. احنا اللي بينا فينا النظام سايب فينا مورث فينا الظلم وكل حاجه. هو ده اللي سايبه النظام فينا. النظام يتغير وشعب عايز يتغير. تعالى يتغير هنفضل زي ما يا جماعه. دم الرئيس يا استاذ. استاذ بعدين يعني انت بص انا بص انا زيك يا ابني. انت زي لا انا هم ليه بعت رسائل وقالوا ان انت انت عارف انا موجود هنا ليه؟ تمام لا قاضي ولا مستشار. طب يعني هم هيعلمون قبل ما يعلموك؟ انا واقف لخدمتك. يعني هم هيعلموا الشعب اللي رايح ينتخب قبل اللي جانا بتاع؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ما عنديش مشكله. يعني حضرتك انا قلت اربعه او خمسه يدخلوا يشوفوا السنه. يعني حضرتك ما في ورق في ورق موجود. ايوه خلص الورق بعد ما تخش. يعني خلص الورق عينيهم. ايوه ماشي يا باشمهندس. يعني ننتظر يا حضرتك. انا بكلمك كده خايف عليك ولا خايف؟ انا هقف انت كده معانا. احنا عارفين. لا 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 انا هقف انا كده معاك. وانا كده انا معاك ماليش دعوه بدور. يعني احنا هنكلم مين؟ مين نكلمه هنا يا جدع؟ تدخل هنا انت دلوقتي مين نكلمه هنا؟ قول لي مين هتقول؟ احنا بنتكلم. جايين لنا رسائل دلوقتي من الجيش ان اتمدد فتره الانتخاب للساعه 9. احنا واقفين اهو من قبل 7 كمان والباب اتقفل ومضيع وقت بقالك فيها. يا جماعه اتكلمي. تعالى بص انا اوريك الرساله دي. جاي الساعه 9 جاي الساعه كم؟ دي كام الساعه؟ اوريك الرساله حالا. اوريك الرساله الاول. ما فيش حاجه يا جماعه. انتوا كلكم يا حبيبي كبيره فعلا جايه للشعب. يا بيه يا بيه يا انا جاي انا بقول لحد الساعه 9 بجيب حاجه من عندنا. ايوه تعالى بس يا بيه ممكن ده يتكلم عنكم. ما احنا دلوقتي احنا مش عايزين حد يتكلم. ممكن نتكلم عنهم. انا عايزين نفهم كم الناس اللي جت حتى اصواتها دي. طيب بص حضرتك من الساعه 1 من الساعه 1 الرساله دي جايه لنا. يعني كل الناس اللي جايه عايزه دلوقتي تجيب اصواتها دي. طب تروح فين؟ بقول لك انا بص طالب منك على فكره. انا سؤالي ليك انت دلوقتي لجنه. انا مش لجنه. انت دلوقتي ايه؟ طيب انا موجود زي ده. تعالى بقى. ما انا بقول لك لا مش هنجيب لك. احنا هناخدك جوه نتكلم معاه. على فكره ما ينفعش. ثواني ثواني ثواني. احنا بعد ما ننتظر هنا ننتظر نعمل ايه؟ هو هيك ده مش هينفع غير ان احنا ندخل بقى عشان نصوت جوه. ماشي يا بيه. الفرز ده ما ينفعش يتأجل لبعد الساعه 9. يا عم يوصل احنا خلاص. يا عم الفرز والناس لسه خلاص تصوت عشان يتم الفرز اصلا. احمد عبد الفتاح. سبعة الصبح.